لطفي السيد ممبر اي بي ار في ابديت، واحمد عبد الحميد ممبر اي بي ار. طيب احنا ممكن نتكلم عن ابديت بس الاول؟ احنا ستودنت اكتيفيتي بادئين من 2009، عندنا 8 بروجكت بنشتغل على طلبه الجامعه وعلى طلبه ثانوي واطفال ودور ايتام، بنشتغل في كل حاجه يعني كل 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 ناس معينه بنديلهم سيشنز تنميهم في منطقه معينه، يعني مثلا لكليه للناس بتاعت الجامعه يعني بنديلهم سيشن عن البيزنس والتجاره وكده، ثانوي بنديلهم حاجات تنمي لهم مهاراتهم عشان ازاي يحددوا هدفهم وحاجات زي كده. طيب احنا موجودين النهارده بنعمل ايه؟ احنا عندنا جوب فير ملتقى توظيفي لمده 3 ايام، هيبقى في الشركات اللي موجوده كوكاكولا وبنك سي اي بي، كوكاكولا وبنك سي اي بي واي ام اي، شركات كتير قوي مشتركه. هو احنا يعني جوب فير ده تقريبا بقاله كتير قوي ما دخلش كليه التجاره، كان منقطع بقاله فتره من ساعه الاحداث اللي حصلت في الثوره والحاجات اللي حصلت دي، فده تقريبا اول ايفنت الابديت كجوب فير، وفي نفس الوقت ان هو بقاله كتير يعني ما نزلش هنا في تجاره. تمام اوكي. هو مبدئيا انا في ثالثه تجاره، انا السنه اللي فاتت جالي تريننج في الصيف بسبب ملتقى زي دوت. كل الموضوع ان احنا حبينا ان احنا نخدم طلبه كليه التجاره بالاخص، في طلبه بنخدمها ثانيه زي طلبه كليه هندسه في شركه غبور اوتو، بنحاول ان احنا نخدم الطلبه دي باي طريقه بان احنا نزلنا لهم بالجوب فير دوت. الشركات اللي نازله هي شركات جاده جدا في الشغل اللي هي منزلاه في التريننج، سمر تريننج اللي هي منزلاه برده هو شغل جاد جدا، كل المطلوب من الطالب ان هو بيجي يقدم السي في بتاعه هنا في اي بوث من اي شركه وخلاص، هو الموضوع كده. تمام. هو دلوقتي انا بحاول اوصل لحضرتك ان انا السنه اللي فاتت وانا كنت في ثانيه انا جالي فعلا سمر تريننج بسبب الجوب فير، فهو دوت فعليا بيحصل. الشركات بتبقى جاده جدا وبتكلم الطلبه ديت عشان تنزل سمر تريننج او جوبس لو هما في رابعه. لا هو مش هيتكرر في حاجات تانية، لان هو هنا مش خاص بتجاره بس، هو خاص بكل الكليات، يعني كل شركه بتيجي تعرض اللي عندها، لو عندها حاجه الهندسه بتعرض، عندها حاجه للسياسه اقتصاد بتعرض، لاعلام بتعرض، لكن هو مش خاص بتجاره بس، عشان كده مش هيتكرر. تمام. هو معظم الطلبه اللي جت لغايه دلوقتي هي طلبه كليه تجاره، في ناس من هندسه زي احمد عبد الحميد من هندسه، في ناس من كليه هندسه جت تقدمت وموجوده معانا، وبالتالي يعني انت شفت العدد بره عامل ازاي، فاحنا مش قادرين نقول لك العدد دلوقتي لان العدد لسه ناس كتير قوي بره، فاحنا في اخر يوم ممكن نقول لك. اكتر وظيفه اكتر حاجه مش عليها بيها الابلكيشن بنك سي اي بي، عشان هم بتوع تجاره كلهم رايحين لبنك سي اي بي. سلمى سعيد. تجاره. لا كويس ومفيد. سي اي بي في الشركات اي اي ام اي وكذا حاجه بقى، عامل جروب في عامل جروب، وسي اي بي عشان سمر تريننج على الاونلاين، وسي بي سي او سي بي جي تقريبا. ده على فكره بيساعد، ده يعني ده اكسبيرينس في الصيف، فاللي هي تساعد في الدراسه كتير. لا مش في الدراسة، لو الصيف هو في السمر بس، سمر تريننج هي في فترة الصيف بس، الثلاث شهور بتوع الصيف بس. لا طبعا انت لما تشتغل في مكان زي بنك سي اي بي، زي عامر جروب، زي اي ام اي ديت، يعني هتفيدك كتير. انا احمد محمد ماركتنج سبيشاليست، وعندي 2 years of experience in marketing field. وبالنسبه للجوب فير بتاع ابديت، هو بالصراحه انا دخلت اكتيفيتيز كتير اثناء الجامعه فوق ال 12 موديل، ده من اكتر المودلز اللي هي بيتحاول بجد تفيد الطلبه. وجوب فيرز انا اسمع عنهم ان في مشكله عندهم ان هم بعد ما بياخدوا سي فيز من الناس حاجه من الاثنين، لما بيروحوا لاوت سورس كومبانيز ويبيعوا لهم، لما ممكن يبقى عندهم ضمير ويخلوا الناس تشتغل فعلا. تمام. هو في حاجه اسمها براندنج، او دي حاجه في الماركتنج، ان هو ان انا كشركه لازم انزل في كل الاماكن اللي الناس موجوده فيها، سواء في الجامعه او في مول العرب او في اي مكان. فهي الشركات بتحاول تنزل مثلا في الجامعات وكده، منها بتنزل مع الطلب، بتنزل مع المودلز اللي في الجامعه دي او الانشطه الطلابيه، بيعتبر ببلاش، بيعرفوا نفسهم وبيعملوا تسويق لنفسهم يعتبر ببلاش جدا. ده في اغلبيه الاحوال، بس في اماكن بتبقى محترمه مثلا زي ابديت، ان هو بتحاول تفيد الطلبه فعلا، والسي فيز بياكدوا على ان الشركات اللي بتنزل هنا في الجوفير او الملتقى التوظيفي ده ان هم يشغلوا الناس فعلا، وان هم ياخدوا الموضوع باهتمام اكتر من ان هم يرموا السيفات. تمام. هو انا حقيقي في النهارده شركات كبيره جدا، مش شركات لسه زي ما بيقولوا تحت بير السلم، لا دي شركات مالتي ناشونال ليها فروع كتير جدا، شركات زي مثلا كوكاكولا وبنك سي اي بي ويونيون اير، وفي شركات تانية كبيره جدا.
فعلا هم بدل نزلوا في مكان زي جامعه القاهره هم بيحاولوا فعلا يفيدوا الطلبه وهم بجد شكرا على اللي هم بيعملوه ده، ويا ريت ياخدوا الموضوع بمحمل جديه اكتر. يعني هم بيوفروا حاجتين، ان انت مثلا لو لسه طالب بيوفروا لك ان انت تدريب اللي ده بيأهلك فعلا بعدين ان انت تشتغل في سوق العمل، وده اول حاجه. تاني حاجه ان انت لو انت لسه لو انت خريج هم بيوفروا لك ان انت تشتغل في شركات كبيره زي كده، شغل وتدريب، شغل مقابل اجر وتدريب بيبقى مجانا. هو انت اصلا عشان تروح اي شركه كبيره وتطلب ان انت تتدرب فيها لما بتدفع فلوس فيها لما ما بيردوش يدخلوك اصلا. هو مبدئيا انت بدل انت لسه طالب او خريج لسه جديد ما بتبصش على اجر على قد ما بتبص ان انت تبقى جاهز ان ما تجيلك فرصه كبيره في شركه كبيره ان انت تبقى مؤهل لحاجه زي كده. كون ان انت تنزل تدريب في شركه كبيره ما تبصش ان انت تاخد فلوس على قد ما انت تاخد خبره بعد كده هتجيب لك ايه الفلوس. انا من الناس قدمت النهارده في كل الشركات المالتي ناشونال اللي جيت النهارده والشركات التانية برضو عشان اخد فيها اكسبيرينس. انا عن نفسي انا قدمت في الماركتنج في كوكا وفي قدمت في سي اي بي وقدمت في الشركات الموجوده هنا كلها. لا هو في جديه فعلا، خصوصا ان هم بعد ما بيخلوا الناس تملى السي فيات دي بيعملوا حاجه اسمها سكاننج او يبص كده على شكل السي في ده طالب جاد ولا بيهزر، وبعد كده بيعملوا لهم انترفيو لو هو جاد بيلتحق بالتدريب ده فعلا. هو حاجه ممتازه جدا ان هي بتساعد الشباب وتعلم سوق العمل. شايف هو حقيقي يعني انت واقف في الشمس بره شايف في الشمس انت شايف الموضوع حقيقي؟ لا هو مفيش حاجه اسمها مش حقيقي، انت لو واحد من عشرة بس فرصه جات لك من هنا ممكن تغير من مستقبلك. بالنسبه لك الموضوع انت بتعمل عليه تدريب ولا يعني؟ انا بالنسبه لي فرصه تدريب وشغل الاثنين، يعني الاثنين مش حاجه واحده بس. لا حاجه جميله خالص يا ريت. لا جد وانا متابعه من الاول اصلا يعني. رفع المنطقه كل التجاره اكيد جدا ان شاء الله. شايف انت عارف الشركات الموجوده ولا لسه؟ لا لسه مش عارف حاجه لسه. شايف جد في التعامل ممكن الناس دي تضحك علينا وتاخد اسامينا؟ لا صعب شايف انه صعب. يعني في عرفت جوه في شركه كولا في بنك سي اي بي في بنك جوه تمام. طب كل ده تجار انجلش تخش تقدم في ايه؟ اقدم في يعني اللي شايف كنت بقول لك كولا وبنك في كذا شركه جوه وبتعمل جوه اكيد سي اي بي يعني سي اي بي. اشمعنى بتركزوا على الموضوع ده؟ فلوسها كتير. هو ملتقى كويس جدا وانا جاي برضه عشان بنك سي اي بي. كويس من ناحيه ايه؟ هو كويس البنك سي اي بي اساسا الفرص فيه بتبقى قليله جدا عشان هو بيبقى عايز عدد محدد جدا، فان شاء الله في امل يعني ان شاء الله نقدم فيه ونتقبل.